أنا بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني لحضور مهرجان كأس جلالة الملك المفدى لسباق الخيل وسباق بطولة العالم للسيدات على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجياد العربية الأصيلة والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير وقد حضر السباق سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل وقام سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بتتويج الفائزين في السباق حيث قدم سموه كأس الهيئة العليا للفرسان المتمرنين إلى المالك الفائز إبراهيم العفو وكأس سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك إلى سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد الخليفة ثم قدم كأس جلالة الملك المفدى للجياد العربية إلى المضمر الفائز فوزي ناس وكأس الميثاق إلى سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد الخليفة كما قدم سموه كأس جلالة الملك لجياد النتاج المحلي إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة ثم قدم سموه كأس جلالة الملك المفدى للجياد المستوردة إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة.